اي خالد مقلب هذا سويناه على الخفاجي تمام. من بعد هذا المقلب صارت وين ان شاء الله؟ خلي اقول لك ما يطرح بالشارع او بالوسط وسط المشاهير بصورة عامة، الكثير يتهمك بأن هذا المقلب هو كان تمثيل فقط وليس حقيقي. شوف هو صح وحقهم العالم يقولون تمثيل، لأن احنا 99.9999 هو كل شيء متفق عليه، سواء كان المقالب أو دقيقة تجزم على الكل. يعني 99.9 المقالب متفق عليها. المقالب بالوسط المشاهير لو تقصد بصورة عامة. أنا كوسط مشاهير أنا تمام. وسط عامة ما أعرف بعد. يعني الكل متفق. كل متفق عليها. أما من ناحية هذا المقلب. نعم. على الخفاجي أبوه والدته أخوانه أعشي عندهم شعرة. صح. أعشي عندهم نعم. شعرة. الشخص الوحيد اللي كانت علاقتي قوية به هو علي الخفاجي. تمام. أول مشهور ألتقي به هو علي الخفاجي. فحبينا يعني نسوي فد شيء للجمهور، أو يعني إحنا كان مجرد يعني ضحك أو فد شغلة. من بعد هذا المقلب اللي صار هو مشاكل صارت. أنا من هذا اليوم من هذا المقلب لهذا اليوم أنا علي الخفاجي ما نتحاشى وياه. سؤال، كان اتفاق؟ لا والله مو اتفاق. مو اتفاق. الله شاهد مو اتفاق هذا المقلب. أما من ناحية الموضوع يعني بصورة عامة يعني موضوع يعني عفوا من هاي المفردة عيب أتجاوز أو أتجاسر على شخص وهو خطار ببيتي ومن بلغه. شوف اليوم الاعتذار من شيم الرجل فعلا. فاليوم أنا من بعد هذا المقلب اعتذرت من يمه. نعم. اعتذرت من الناس المتابعين إليه. أما هو يعني ما أعرف من هذا المقلب لهذا اليوم هو لا اتصال رافع عليه لا رسالة دازلي، وفاده هذا المقلب. أها. هذا المقلب فاده. تمام. تصريح خطير هذا. هذا مو تصريح خطير، يعني علي أنت اليوم أنا صديقك وأخوك طلعتي طبتي وياك بسبب مقلب ورحت الكربلة الساعة 2:30 بالليل أنا وأبو مريومة اعتذرت من يمه رجعت البغداد محظور من الواتساب محظور من الرقم محظور من الانستغرام محظور من جميع التطبيقات بعد ما فتحت الموضوع نهائيا. أكيد تحياتنا لعلي الخفاجي الصديق العزيز، إن شاء الله هذا الموضوع يعبر وأنتم بالتالي إخوانا وأصدقاء. بس أرد أسأل سؤال مهم خارج الإعداد، تحس أكو شفاف بهذا الموضوع؟ شلون يعني؟ موضوع المقالب وكذا بالوقت الحالي صارت مملة الله شاهد، يعني المقالب أنا ابتعدت عنها، أنا يعني شخصيا ابتعدت عنها يعني كلش مملة، يعني مقلب ورا مقلب مقلب ورا مقلب مقلب ورا مقلب. بديت بالمقالب ما يقارب 3 مقالب انتهيت خلاص، يعني شفت كمية من الرسائل تهجم علي صار خلاص قلت لهم هذا هو انتهى كل شيء، أي مقلب بعد ماكو هذا يومه أبد بعد ما تقربت لهذا ماكو. تمام.